المقابلة ديال اليوم كما شفتوا كانت مقابلة جد متقاربة. كنظن بأن هذه منافسة اللي كتلعب في ستة المقابلات. خسرنا المقابلة الأولى بشوية ديال التسرع. كنظن بأن اللاعبين كيتأقلموا مع طريقة اللعب الجديدة. كنحييهم بذلوا مجهود كبير. ما حالفناش الحظ في بعض الكرات. مي إن شاء الله نعوضوا في قادم المقابلات باش نفرحوا الجمهور ديال اتحاد طنجة الجمهور الكبير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.